ظهر كثير من الناس يتولون الرد على طلبة العلم فيما أظهر الفرقة والاختلاف فما قولكم في هذا؟ الرد على المخالف لا بد منه لكن الذي يرد منه الذي يرد هو العلماء العلماء هم الذي يتولون الرد ويكون الرد بأمرين بالعلم ويكون بحسن الأدب وجادلهم بالتي هي أحسن ها هذا هو الرد أو هذه طريقة الرد نعم وفي المسائل المهمة أما المسائل اللي ما هي مهمة والناس ليسوا بحاجة إليها فلا تلتفت إليها نعم